ضم الخدمة السابقة. يستطيع الموظف الذي يعمل في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص أن يضم خدمته السابقة كالتالي: إذا كان يعمل في أي جهة تخضع لنظام التقاعد في الدولة، أو موظف عمل فترة استحق عنها معاش تقاعدي من الهيئة وعاد للعمل من جديد. المستندات المطلوبة لطلب ضم الخدمة السابقة: تعبئة نموذج 9 و10 الخاص بالضم والتي يمكن الحصول عليها من عملك أو الموقع الإلكتروني، الشهادة الأصلية للخدمة السابقة، صورة من إجراء التعيين من جهة العمل الجديد، شهادة راتب تفصيلية حديثة، صورة من خلاصة القيد، صورة من بطاقة الهوية. الإجراءات الخاصة بضم مدة الخدمة السابقة: يمكنك تقديم طلب الضم عن طريق جهة عملك الحالي، وتقوم الهيئة باحتساب تكاليف الضم، ومن ثم سيتم إرسال كتاب التكاليف لجهة العمل لإبلاغ صاحب العلاقة بسداد التكاليف، ثم يتوجب عليك إيداع مبلغ تكاليف الضم في حساب الهيئة، ومن بعد إتمام السداد سيتم إصدار شهادة بالمدة المضمومة. يتم حساب تكاليف ضم الخدمة السابقة على النحو التالي: حسب راتب الاشتراك في 20% في المدة السابقة بالأشهر كما في المثال التالي. راتب الاشتراك الحالي 10,000 درهم في 20% في المدة السابقة 24 شهر ويساوي 48,000 درهم. أما طريقة حساب تكاليف ضم الخدمة لموظف سبق له التقاعد وعاد للعمل من جديد على النحو التالي: حسب الفرق بين راتب حساب الاشتراك الجديد وراتب حساب المعاش السابق في 20% في مدة المعاش بالأشهر كما في المثال التالي: فرق الراتب 5,000 درهم في 20% في مدة المعاش 240 شهر ويساوي 240,000 درهم. طريقة سداد تكاليف الضم: أن يسدد الموظف تكاليف الضم دفعة واحدة أو 50% كدفعة مقدمة من إجمالي التكاليف، والباقي على أقساط شهرية بواقع ربع راتب حساب الاشتراك. للمزيد من المعلومات عن الخدمة، تواصل عبر كتاب رسمي من جهة العمل أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الموقع الإلكتروني.